خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي ومقر النادي الاهلي في الجزيره، ومعاه لقاء مهم جدا جدا في وجهه نظري، هو الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق خلاص في الدوره الاخيره دي، فدور مهم جدا ولقاء مهم جدا، هنسمع تصريحات ضروريه قوي ومهمه من خلال زميلنا العزيز كريم احمد مع الاستاذ ابراهيم القفراوي. اتفضل يا كريم. بجد تحليك من جديد زميلي العزيز امير هشام كابتن هيثم السعيد، وبضم الصوت لصوتك لقاء هام جدا الحقيقه مع الاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق واللي عنده انكار ذات كبير جدا في حب النادي الاهلي. تواجده النهارده دي رساله مهمه جدا، لان النهارده يوم عرس للنادي الاهلي، تنتخب ما زي ما تنتخب، لكن وجودك النهارده مهم جدا وكمان بقيمه كبيره زي الاستاذ ابراهيم القفراوي. انا برحب بيك ابراهيم بيه، وهو ده النادي الاهلي وهم دول اولاد النادي الاهلي، رغم حضرتك مش متواجد في القائمه لكن الهدف هو النادي الاهلي والنجم هو للنادي الاهلي. شايف اليوم ازاي وحابب تقول يا ابراهيم بيه؟ اهلا بيك كريم، ازيك؟ وتحياتي لحضرتك والكابتن هيثم وكل الزملاء اللي موجودين في الاستوديو، تحياتي لجماهير النادي الاهلي، تحياتي لاعضاء الجمعيه العموميه اللي رغم كل الظروف النهارده جايين يضربوا مثل تاني. تعليقي بس عليك ان انا موجود النهارده، انا مش قصه موجود، انا موجود في بيتي، فانت ما ينفعش ما تبقاش موجود في بيتك، ولازم يبقى ليك راي ولازم تنزل وتدافع وتقول وجهه نظرك، وان شاء الله ربنا يولي الاصلح والاختيار ان شاء الله يكون في مصلحه النادي في الاول وفي الاخر باذن الله. ظهرت حب رائع جدا وتوافد عدد كبير الحقيقه من اعضاء الجمعيه العموميه، ده يدل على الوعي الكبير جدا ابراهيم بيه الحقيقه، ويمكن كمان الامور اللي سهلت بشكل كبير جدا على العدد الكبير انشاء اماكن مخصصه ضبط الموضوع بشكل كبير جدا. الاداره التنفيذيه الحقيقه شغاله بدور كبير جدا ابراهيم. مش جديد خالص على النادي الاهلي وعلى ادارته التنفيذيه، يمكن زي ما حضرتك شايف الاعداد كبيره جدا. النادي الاهلي طول عمر جمعيته العموميه حريصه على اختيار مجلس ادارتها بحريتها بارادتها، اختيار الافضل دايما ان شاء الله. الاعداد زي ما حضرتك شايف، لكن داخل الخيمه احنا مش حاسين بيها لان في تنظيم كويس وفي تقسيم للجان كويس، اللي بيدخل عارف طريقه فين وعارف رقم لجنته وبيخرج تاني في سلاسه جدا. ربنا بس يسهل الامور وان شاء الله تكمل على خير لحد اخر الانتخابات باذن الله. طيبه بين الجميع الحقيقه، يعني قائمه الكابتن محمود الخطيب بتسلم على كل المرشحين اللي متواجدين، لان كل اليوم النهارده في حب النادي الاهلي. الحوار او الرساله دي بنشوفها ازاي ابراهيم؟ طول عمرنا، يعني طول عمرنا عندنا منافسه شريفه، عندنا مباراه انتخابيه بتنتهي تاني يوم خلاص انتهت المباراه، ايا كانت النتيجه هتلاقي الناس كلها اصدقاء وقاعدين مع بعض جوه الماتش، زي ما بنبقى بنلعب ماتش كوره بيبقى فيه حميه، بيبقى فيه تنافس، بعد ما بتنتهي اللي كسبان بنبارك له، اللي خسران بنقول له هارد لك، وبنكمل الاربع سنين وان شاء الله ربنا يوفق. يعني على المستوى الشخصي اتمنى التوفيق لكابتن محمود وقائمته عشان يكملوا اللي احنا بداناه من اربع سنين ويبقى فيه استمرار للنجاح باذن الله. كده ابراهيم بيه رسالتك ايه لكل عضو شارك وهيشارك ولسه هيشارك كمان خلال الساعات القادمه لعضو جميع عموميه النادي الاهلي؟ انا بشكر جدا جميع الناس اللي موجوده، الناس اللي لسه متردده يا رب يعني ما تترددوش، انزلوا وشاركوا وقولوا رايكم، النادي الاهلي في احتياج ليكم، ولما النادي الاهلي بيبقى في احتياج لازم ننزل ونقول راينا، ده يوم كل اربع سنين، فما اعتقدش ان النادي ما يستحقش ان انت تنزل اليوم ده كل اربع سنين، من فضلكم تعالوا وشاركوا وقولوا رايكم واختاروا الاصلح، واعتقد تقييمكم للي حصل خلال الاربع سنين اللي فاتوا، تقييمكم للانجازات على المستوى الرياضي، على المستوى الانشائي، على جميع المستويات، يسمح بان حضراتكم تنزلوا ويبقى اختياركم سهل باذن الله. ربنا يوفق الجميع ويوفق النادي الاهلي ودايما في اعلى منصه واعلى مكان باذن الله، وكلنا في ظهره باذن الله. اشكرك الله يخليك. اكيد طبعا استاذ ابراهيم القفراوي الحقيقه على هذه التصريحات الرائعه وانكار ذات كبير جدا الحقيقه لكل واحد متواجد في الجمعيه العموميه، يمكن رغم خلو القائمه طبعا الاستاذ ابراهيم القفراوي لكن دوره مهم جدا، تواجده كان مهم جدا النهارده لان دي رساله للجميع، النجم هو النادي الاهلي والقيمه الكبيره هو النادي الاهلي، لا يكون مهما كان اي حد متواجد الهدف الوحيد هو رفع اسم النادي الاهلي عليا، ان شاء الله باذن الله يستمر اليوم الرائع والمميز ده بهذا الشكل وبهذا الاداء وبهذا التوافد الكبير لكل اعضاء الجمعيه العموميه، ومن خلالك زميلي امير ومن خلال الكابتن هيثم مستمر معاكم ان شاء الله لحظه بلحظه بنحاول ننقل كل الاجواء الخاصه بانتخابات النادي الاهلي موسم 2021 2022.